لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تتحرى تصرف رونالدو، ونادي الشباب يطالب بتطبيق العقوبة. ما القصة؟ اشتعلت الأجواء في الدوري السعودي بعد تصرف اعتبر غير أخلاقي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي تجاه جماهير نادي الشباب. واجه رونالدو هتافات من جماهير الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليرد بوضع يده على أذنه قبل أن يقوم بحركات غير أخلاقية بيده اليمنى. قدم نادي الشباب شكوى رسمية ضد رونالدو. ردت فعل رونالدو تجاه الجماهير ليست الأولى من هذا القبيل، حيث سبق له أن التقط قميصاً لنادي الهلال السعودي ملقاً على الأرض ووضعه داخل ملابسه ثم رمى به نحو المدرجات. ينتظر عشاق كرة القدم قرار لجنة الانضباط لمعرفة ما إذا كان الدون سيعاقب أم لا. وأنت برأيك، هل تصرفات رونالدو الأخيرة ستغير من صورته الأسطورية أمام الجماهير الرياضية؟